احنا الان هون في عمارة في شارع الكورنيش. هذا شارع الكورنيش، في الشارع ده كورنيش. الشارع هاي طبعا سوق المركزي، هذا المينا، هاي جزيرة العلم. شوف هاي جزيرة العلم الجديدة، هاي جزيرة العلم. هذه هون، هذه البوم، هذه هون، هذه طبعا البحيرة مع منطقة السحاب. هذا فندق الهوليدي، وهذا عبد الله. هذا عبد الله بالمغرب، تقدر تقول كلمة بالألماني. أنا فيجيت جود، دانكشن، زي جود، دانكشن، فيل دانك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هنا من الشارقة. وهي معانا كمان نورة، احكي لي كلمة، قولي السلام عليكم. هذه بنت شركة عندنا، الثانية هذه. والله. يعني تبع. الكبيرة هذه 43 وال 40 هذه. ممتاز والله. ممتاز. طبعا منظر جميل جدا هنا من الشارقة. هاي كمان انا ونورة. هاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه بحيرة خالد. منظر جميل جدا. هذا منظر جميل جدا الى بحيرة خالد، منطقة بحيرة خالد. وهذه ورا مينا خالد، شايفينها ورا مينا خالد. هذا خلف هذا المينا. هاي السوق المركزي. هاي السوق المركزي، وهي تحت طبعا السوق المركزي. هذه هون. وهذا ريزورت، هذا مربية ريزورت، هذا مع حمام سباحة. هذا أمامنا مربية ريزورت مع حمام سباحة. وهذا بعض الفلوس. لا هذا ريزورت، هذا منتجع، هذا منتجع، ممكن منتجع. ونقول طبعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.